السلام عليكم يا جدعان، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ احلى مسا عليكم. لسه جاي من الشغل اهو، ودينا وايدينا ربع. ايه تمسيح النيل راحوا فين؟ كنا سامعين تمسيح النيل، بقول لك مستنيين، والقلق والتوتر والكلام ده. هو احنا ما احناش اي فريق يعني عشان تقولوا تمسيح النيل وتمسيح، احناش جايين لكم في قطر، احنا جايين لكم في طياره. ما هوش احنا اللي القطر بتاعكم يحتفل في بلدكم عشاننا، انتوا نسيتوا ان احنا الاهلي. بس الحمد لله انتوا افتكرتوا النهارده، فكر كويس. ربنا يوفقكم وتفتكروا دايما دايما لعيبه الاهلي. تفكر اي فريق في افريقيا وفي العالم كله، الظلم اللي حصل فيه لعيبه الاهلي في السودان عمرنا ما هنسيبه. احنا كجمهور الاهلي عمرنا ما هنسيبه. الحمد لله اللي رد الكابتن محمود الخطيب، خد خطوه بسرعه، لان احنا كنا وصلنا لمرحلة الانفجار. صدقوني لو شعب الاهلي فكر في اذية حد، بس احنا ما بنأذيش حد، كنا رحنا السودان ماشي عشان نجيب خاطر حق لعيبتنا. لان النادي الناس ديت بتدافع عن النادي اللي احنا خلاه، هو مكتوب الاهلي ليه؟ عشان اهل مصر. بس العالم اللي هم اللي ما يعرفوش معنى الكلمة، لو يعرفوا معنى الكلمة صدقوني مش هيشجعوا على الأهلي. ولازما وزير الرياضة يتدخل، ولازما اتحاد الكرة يتدخل. مش هقولك رئيس الجمهورية يتدخل، أنا هقولك اتحاد الكرة ووزير الرياضة. وزي ما سيادة الرئيس بيحاسب كل واحد على خطأه، لو وزير الرياضة ما اتدخلش يحاسبه، لأن ده وزير زيه زي وزير الداخلية، زيه زي وزير أي حاجة في مصر. لأن إحنا ولاد مصر، واللي كانوا بيلعبوا الماتش ولاد مصر. سيبكم من الراجل اللي طلع على قناة الزمالك ويقول لك إيه اتعاملوا بقى أنتوا بتوع، أنت مالك أنت اتعاملوا إيه؟ هقول لك إيه؟ ما أنت زمان مكروش من النادي الأهلي، أنت زمان اتكرشت من النادي الأهلي. هو كل الناس الواقعة لو انت نسيتها فجمهور الاهلي ما بينساهاش. احنا الحمد لله عندنا نادي بنفتخر بيه، لان احنا فريق عظيم، ما احناش فريق بنهلس وخلاص. احنا ادارتنا سمعت كلامنا، ما طلعتش شتمتنا زي ما انت بتطلع تشتم جمهورك. احلى مساء عليكم.